السلام عليكم. وصلنا في الفيديو السابق إلى شرح الـ Basic Building Blocks اللي هي وحدات البناء الأساسية لأي نظام RF System اللي هو يعني Radio Frequency، أي نظام إرسال أو استقبال. وذكرنا بأنه ممكن يتكون من Integrated Circuit, Crystal, Balanced to Unbalanced, Matching, Filter وأنتنة. والآن راح نبدأ نشرح كل واحدة من هذه المكونات بشكل مفصل أكثر. بالنسبة للترانسميتر اللي هو جهاز المرسل، عادة الترانسميترز الحديثة تتكون من فاكتوريال ان سينثيسايزرز. السينثيسايزر هو عبارة عن شيء يسمونه المازج، اللي هو يقوم بمزج مجموعة من الترددات سوية في إشارة واحدة. طبعا الفاكتوريال ان سينثيسايزر هو نوع من خاص من هذه السينثيسايزرز، ممكن البحث عنه بشكل مفصل في الجوجل بصورة عامة. بالنسبة للانالوج موديليشنز مثل الـ FSK، الـ MSK، الـ O، QPSK، الـ Synthesizer Frequency is Adjusted. هنا يتم يعني دمج الترددات سوية ومزجها. بالنسبة للـ Amplitude Modulation أيضا راح يكون عندنا الـ Amplifier Level is Adjusted. هنا يتم ضبط مستوى الـ Amplifier اللي هو المضخم للتحكم بمقدار الإشارة وليس ترددها. نلاحظ بأنه إذا كان لدينا الـ FC اللي هو الـ Carrier Frequency أو التردد الحامل راح يكون هو في الوسط، راح يكون عندنا الاف سي زائدا الدي اف زائد والاف سي ناقصا دي اف. هنا راح تكون هي الفريكونسي ديفيشن، انحراف التردد يعني الاكبر والاصغر عن التردد المركزي الاصلي. هنا طبعا مثل ما ذكرنا احنا عندنا اشاره ديجيتال يعني رقميه، فهنا راح يكون عندنا الديجيتال انبوت اوتبوت لو اللي هو صفر عاده راح يكون هو مقدار هذا التردد، والديجيتال انبوت اوتبوت الهاي راح يكون مقدار هذا التردد. يعني اذا كانت التردد اللي احنا نشتغل عليه مثلا الكارير فريكوانسي او التردد الحامل هو 2.4 جيجا هرتز مثلا بالنسبه للواي فاي، واردنا ان نقوم بارسال سلسله اصفار ووحدات هي تتكون من 1.1.1.0.0 مثلا، فكل واحد منهم راح يكون هو وطبعا اذا كانت عندنا الفريكوانسي ديفيشن او الانحراف في التردد مقدار مثلا 50 هرتز راح يكون عندنا ال 2.4 زائد ال 50 للواحد، وال 2.4 ناقصا 50 للصفر. هذه راح تكون هي يعني نوعيه الفريكوانسي شيفت كيينج موديوليشن. هذا بالنسبه لتركيب الترانسميتر بصوره عامه. بالنسبه للريسيفر اركيتكتشر يعني معماريه الريسيفر، طبعا هناك الكثير من المعماريات. هنا راح يتحدث هو بهذا الملف بشكل خاص عن بعض المعماريات اللي هي خاصه بشركه تكساس انسترومنت، يعني ممكن يكون هذه المعماريه هي خاصه بهذه الشركه، ممكن تختلف عن معماريه الريسيفر للمنتج من قبل شركات اخرى. بصورة عامة طبعا راح ياخذ السوبر هيترودين ريسيفر اللي هو المثال مالته سي سي الف، هذا هو اسم الجهاز المنتج من هذه الشركة واللي هو هذا الريسيفر. طبعا راح يحول لنا الإشارة القادمة إلى الانترميديت فريكونسي اللي هو التردد الوسطي، والتي تقوم بالإجراء الأمور التالية. أول شيء الكارير فريكونسي تيونينج يعني ضبط مقدار التردد الحامل، and select the desired signal واختيار الإشارة المطلوبة. الفلترنج اللي هو فلترة الإشارة، separate signal from other modulated signals picked up، فصل الإشارة المستلمة عن بقية الإشارات المضمنة الأخرى التي نستلمها، لأنه احنا مثل ما ذكرنا الريسيفر هنا طبعا هنا الـ RFN هنا راح تأتي الإشارة الداخلة إلى الريسيفر، راح تكون هذه الإشارة هي عبارة عن الإشارة الأصلية التي قمنا بإرسالها زائدا الكارير فريكونسي اللي هو التردد الحامل زائدا النويز زائدا الانترفيرنس زائدا التداخل مع الكثير من الإشارات الأخرى. فهنا احنا لازم نفلتر او نقوم بعمليه ترشيح للاشاره للحصول على اشارتنا الاصليه وعزلها عن بقيه الاشارات. الامبليفيكيشن ايضا التضخيم اللي هو الكومبنسيت فور ترانسميشن لوسز، يقوم بالتعويض عن الخسائر التي حصلت اثناء الارسال للاشاره على طول مسارها يعني ابتداء من المرسل الى المستقبل. فهنا عندنا فد تركيب بسيط يعني لهذا الريسيفر واللي هو مثل ما ذكرنا هذا الجهاز فقط يعني اللي هو الهيترودين ريسيفر. طبعا هذا يعني نوع خاص. الاشاره المستلمه راح تدخل على لو نويز امبليفاير، بعد ذلك راح تدخل على ميكسر، ثم الانترميديت فريكوانسي ستيج، بعد ذلك دي موديوليتر، بعد ذلك الى كنترولر، وطبعا هنا راح يطلع عندنا الديجيتال انبوت اوتبوت والديجيتال كلوك، وايضا هنا اكو عندنا الداتا والكلوك وغيرها الاي ال اي. هذا طبعا يعني الباياس، الاوسيليتر، البي دي، التشارج بامب، لو باس فلتر، وهذا ايضا الاوسيليتر الفي سي او. وبعد ذلك هنا اكو عندنا هذا الباور امبليفاير اللي هو يعني الراديو فريكونسي اوت. هنا مثل ما تلاحظ يعني اكو عندنا راديو فريكونسي ان وراديو فريكونسي اوت. صحيح هو اسمه ريسيفر بس هو هذا الجهاز يعمل كترانسيفر يعني ترانسميتر وريسيفر في نفس الوقت، لانه تلاحظ هنا البلوكات اللي هي ورديه فاتحه هي خاصه بالريسيفر اللي هي هذا الجزء، والبلوكات البنفسجيه هذه اللي هي الباور امبليفاير خاصه بالترانسميتر.
البقية هي السينثيسايزر، هذه هي عملية السينثيسايزيشن اللي هي يعني المزج أو دمج الترددات سوية. وهنا أكو عندنا الكنترول انترفيس اللي هو واجهة التحكم اللي إذا كان هناك قابلية للتحكم من قبل المستخدمين. نوع آخر من أنواع الريسيفر أركيتكتشرز، معمارية أخرى للريسيفر اللي هي الإيمج ريجكشن ريسيفر اللي هو CC1020، مثل ما ذكرنا هذا جهاز هو منتج من قبل تكساس انسترومنت بهذا الاسم، وتكون هذه معماريته، مو شرط تكون نفس هذه المعمارية لكل أنواع الريسيفرات في العالم. هنا الإيمج فريكونسي أو التردد الصورة هو الأنديزايرد إنبوت فريكونسي اللي هو تردد الإدخال الغير مرغوب به، والذي that is capable of producing the same intermediate frequency، والذي يقوم بإنتاج نفس التردد الوسطي as the desired input frequency produces. يعني هنا راح يكون عندنا أي نوع من أنواع الترددات التي تنتج نفس الانترميديت فريكونسي نحتاج أنه نسوي لها ريجكشن، نتخلص من عندها بهذا النوع من أنواع المعماريات. أيضا يعني لو نويز امبليفاير، هنا لو نويز امبليفاير ثاني بعد ذلك تدخل إلى سلسلة كبيرة معقدة من العمليات، أنالوج ديجيتال كونفرتر وغيرها. يعني تنتج عندنا هنا طبعا هذه الإشارة الداخلة وهنا الإشارة الخارجة. طبعا هنا الإشارة الداخلة تأتينا يعني من خلال الوسط الناقل، الإشارة الخارجة هنا ممكن تكون مباشرة تذهب إلى الإرسال مرة أخرى أو إلى المستخدم. الكريستالز اللي هي الكريستالة أو اللي هي تعتبر مصدر التردد للوكال أوسيليتر اللي هو المذبذب المحلي، وكذلك للكارير فريكونسي. هناك الكثير من الأنواع، بعضها هي اللو باور كريستالز يعني اللي هي الكريستالة واطئة الطاقة تشتغل للترددات اللي هي تصل إلى 32.768 كيلو هرتز. يعني هنا تستطيع أن تقوم إنتاج ذبذبة مقدارها 32768 ذبذبة في الثانية الواحدة. تستخدم بالسليب مود مثل السيستم أون شيب، يعني إذا كان هناك أنظمة يعني كاملة موجودة على رقاقة واحدة، عادة في السليب مود اللي هو في طور النوم تستخدم هذه الكريستالات. أكو عندنا كريستالات اللي هي الثرو هول، التيونينج فورك، الاس ام دي، كل واحدة من هذني طبعا لها تفاصيل كثيرة وشرح موجود عليها أونلاين. كل واحدة منها طبعا لها تطبيقات معينة. أيضا أكو عندنا التمبريتشر كنترولد كريستال أوسيليترز اللي هي المذبذبات أو الكريستالة التي يتم التحكم بها عن طريق درجة الحرارة اللي هي تي سي اكس او، تمبريتشر ستابيليتي سام نارو باند أبليكيشنز. هنا طبعا تكون مستقرة من ناحية درجة الحرارة لأنه يتم التحكم بها عن طريق درجة الحرارة، وتستخدم لبعض التطبيقات التي تستخدم النارو باند. نارو باند يقصد بها الحزمة الضيقة، يعني الباند ويث عادة يكون قليل جدا. الفولتج كنترولد كريستال اوسيليتر اللي هي يتم التحكم بها من خلال الفولتية. الاوفن كنترولد كريستال اوسيليتر هذا اكستريملي ستيبل، يعني تكون يعني مستقرة بشكل كبير جدا. البالانسد اند بالانسد والماتشنج، ايضا عندنا هنا هذه الدائره هي البالانس اند بالانسد، وهنا الفلتر اند ماتشنج، طبعا دائره معقده بتحتوي على الكثير من المقاومات والمتسعات. وايضا يعني مثل ما ذكرنا هذه هنا طبعا راح يكون عندنا ديجيتال انترفيس، هنا هذه راح تكون الانتنه 50 اوم، والبقيه عباره عن يعني دائره فيزيائيه او دائره الكترونيه. هنا الباور سبلاي، هنا الكاباسيترز، هنا الاوسيليتر، وهذه ايضا هي سي سي 100 1100 اللي هي ايضا واحده من منتجات التكساس انسترومنت. شكلها على البورد راح تكون بهذا الشكل، هذا اللي هي السيجنال اندد او السنجل اندد سيجنالز، مثل ما ذكرنا هي البالانسد اند بالانسد تتحول لنا الاشاره من الديفرنشال سيجنال الداخله لها اللي هي الاشاره من نوع الديفرنشال الى السنجل اندد سيجنال. بالانسد اند بالانسد اند ماتشنج تووردز انتنا، هذا هو الشكل على البورد واللي هو راح يكون مشابه لهذا البلوك دايجرام. الانتنات اللي هي الهوائيات ايضا يعني هناك انواع كثيره من عندها مستخدمه بشكل رئيسي، هي البرنتد سيركت بورد انتنا اللي هي الانتنا المطبوعه على شكل بورد مثل هذه. هنا تكون عباره الانتنا هي عباره عن جزء من رقاقه او شريحه، هذا طبعا ليتل اكسترا كوست، طبعا تكون مكلفه اكثر. سايز ديماندنج ات لو فريكوانسيز، هنا يتم استخدامها اذا كانت لدينا ترددات قليله واذا كنا يعني كان الحجم مهم بالنسبه لنا، لانه عاده مثلا اذا كنا نتحدث عن هواتف ذكيه او هواتف نقاله من الصعب انه تقوم بربط انتنه بها من هذا الشكل، فبالتالي تحتاج ان تكون الانتنه اصغر بحجما وموجوده على يعني برنتد سيركت بورد. جود بيرفورمانس بوسيبل، طبعا اداء جيد ممكن الحصول عليه. كومبليكيتد تو ميك جود ديزاينز، من الصعب انتاج يعني تصاميم جيده لانه دائما تكون محدوده من ناحيه الحجم. الويب انتنات اللي هي انتنه على شكل صوت، هذا طبعا تكون اكسبنسيف عاده غاليه الا اذا كانت هي عباره عن بيس اوف واير، بعض الاحيان هي تكون يعني في داخلها هو عباره عن بيس اوف واير فتكون رخيصه جدا، مثل اللي مستخدمه في يعني الحواسيب الشخصيه او في الراوترات او الاكسس بوينتس الموجوده في الشبكات المنزليه.
جود بيرفورمانس طبعا ادائها جيد. هارد تو فيت ان ماني ابلكيشنز، من الصعب جدا وضعها في الكثير من التطبيقات خصوصا اذا كانت الاجهزه صغيره جدا. الشيب انتنا اللي هي الانتنا اللي تكون على شكل رقاقه، هذا طبعا دائما تكون اكسبنسيف غاليه جدا، وادائها يكون جيد افضل من البقيه. مثل ما ذكرنا الانتنا از فيري امبورتنت اف ذا لونج رينج از امبورتنت، الانتنا او الهوائي مهم جدا خصوصا اذا كنا نطمح الى الارسال لمسافه بعيده. مثلا عندنا الكوارتر ويف انتنا، هذا نوع من انواع الانتنات، هي ايزي اند جود سوليوشن، هي سهله الحصول عليها طبعا وتصميمها، وهي تعتبر حل جيد ولكنها ليست صغيره. يعني مثلا اذا كنا نستخدم 433 ميجا هرتز، هذه حجمها او طولها راح يكون 16 سنتيمتر، واللي هو يعتبر كبير حد الى حد ما. اذا كنا نستخدم 868 ميجا هرتز راح يكون طولها 8 سنتيمتر، واللي هي تعتبر يعني كبيره مثل ما ذكرنا، يعني غير مناسبه للكثير من التطبيقات. You can crawl up such as antenna to make a helica antenna، يعني طبعا تستطيع التلاعب بها وتغيير حجمها خصوصا اذا يعني كانت التطبيقات يعني غير حساسه جدا الى نوعيه الانتنه. اما اذا اردت انتنه لمسافه بعيده ولكنه limited space حجم صغير، then you need to talk to an antenna expert، هذه الحاله تحتاج انه تتحدث مع خبير في تصميم الانتنات. وطبعا اليوم هناك الكثير من التصاميم للانتنه اللي هي ممكن ان توصلك الى مسافه كبيره جدا حتى وان كان حجمها صغير جدا، خصوصا باستخدام يعني البيم فورمينج وغيرها من التقنيات الاخرى. الان واحد من الاسئله المهمه في تصميم يعني انظمه الار اف سيستمز اللي هو اكستندنج ذا رينج، شلون نقدر نوصل الى يعني مسافه ابعد باستخدام نفس النظام. نستطيع طبعا زياده الاوتبوت باور، نزيد الاوتبوت باور من خلال اضافه اكسترنال باور امبليفاير، نضيف باور امبليفاير اضافي بحيث انه الباور المرسله تكون اعلى، فبالتالي نستطيع الوصول الى مسافه ابعد. نستطيع ان نزيد السنسيتيفيتي اللي هو التحسس الريسيفر عن طريق اضافه اكسترنال لو نويز امبليفاير. نستطيع ان نقوم بزياده كلاهما، يعني الاول والثاني. كذلك نستطيع استخدام هاي جين انتنات اللي هي الانتنات عاليه الربح او التي تكون فيها دايركشناليتي توجهيه عاليه جدا. طبعا هنا الريجوليتوري ريكويرمنتس نيد تو بي فولود، يعني التنظيمات او التشريعات القانونيه في تلك الدول يجب ان يتم اخذها بنظر الاعتبار، لانه مثل ما ذكرنا الجين او الباور يجب ان لا تتجاوز في قيمه معينه يتم تحديدها من قبل تلك الدول. فبصوره عامه يعني راح يكون عندنا البيسك بيلدينج بلوك او وحده البناء الاساسيه لاي نظام ار اف، راح يتكون من الكريستاله، الار اف انتجريتد سيركت، البالانسد تو ان بالانسد والماتش. هنا راح يكون عندنا سويتش 2 تو 1، يا اما تكون ترانسميتر او تكون ريسيفر. الترانسميتر راح يسوي لنا باور امبليفاير ثم فلتر، والريسيفر راح ايضا يستلم مننا ويدخلها على لو نويز امبليفاير، وبعد ذلك يتم معالجتها. طبعا هنا الانتن عاده تكون بمقدار يعني المقاومه لها هي 50 اوم. هنا طبعا هذه الخطوات اللي تحدثنا عنها رقم 1 2 3 4 يعني يشرحها بشكل مفصل اكثر، ولكن ايضا مثل ما ذكرنا بالتحدث عن منتجات خاصه لشركه تكساس انسترومنت، يعني هذه الارقام هي خاصه فقط بهذه الشركه. نستطيع اضافه اكسترنال باور امبليفاير، واللي هو هنا مثلا عندنا هذا النوع اللي هو سي سي 2420 اي ام باور امبليفاير ديزاين. طبعا هنا السيجنال من الترانسميتر ريسيفر سويتش بن ليفل شيفتد اند بافرد، هنا هذه الاشاره يتم طبعا تشفيتها وخزنها بشكل مؤقت. ايضا نستطيع استخدام السي موس اند جي اي اي اس لايك فيلد ايميتنج ترانسميترز سويتشز اشورنج هذه اللو ار اكس كرنت. وطبعا هناك الكثير من التصاميم، ولكن مثل ما ذكرنا هذا التصميم هو خاص بشركه تكساس انسترومنت. بعد اضافه الباور امبليفاير راح يكون الشكل الخاص بنا هو بهالطريقه هذه. وهنا طبعا هذه بعض المواصفات لهذه الاجهزه المستخدمه. الراديو رينج، هنا كم تستطيع الاشاره اللاسلكيه ان تسافر يعني في الفضاء يعني الطبيعي. الفري سبيس بروباجيشن اللي هو نسميها الانتشار في الوسط الحر. طبعا هنا هو يتحدث عن فري سبيس اللي هو يعني مفرغ من الهواء ومفرغ من بقيه الامور، ولكنه مثل ما نعرف احنا في الواقع يعني في الغلاف الجوي ليس هناك شيء هو فري سبيس 100%، ولكنه هذا هو يعني المقدار النظري الذي تستطيع الاشاره السفر من خلاله. How much loss can we have between TX and RX؟ كم نستطيع تحمل فقدان او خساره في الاشاره ما بين المرسل والمستقبل؟ طبعا هذا الشيء يعتمد على القدره المرسله والسنسيتيفيتي اللي هي حساسيه الاستلام. اكو عندنا هنا فد شيء يسمونه الفريس ترانسميشن ايكويشن اللي هي معادله الارسال الخاصه بفريس. فريس طبعا هو العالم الذي وضع هذه المعادله.
والتي تقوم يعني نستطيع من خلالها تحديد الفري سبيس بروباجيشن او الفري سبيس باث لوس، اللي هو الفقدان او الخسائر التي تحصل في الاشاره عندما تسافر في وسط حر. طبعا هنا نقصد بها وسط حر مثل ما ذكرنا، اما يكون مفرغ من الهواء او على الاقل يكون لاين اوف سايت، يعني ليس هناك عوائق او حواجز بين المرسل والمستقبل. هنا راح تكون عندنا الباور ريسيفد، القدره المستلمه تساوينا الباور ترانسميتد، القدره المرسله، زائد الجين الخاص بالترانسميتر اللي هو الربح في الترانسميتر او الدايركشناليتي، والجين الخاص بالريسيفر، زائد 20 مضروبه في لوج الويف لينث اللي هو الطول الموجي مقسوما على 4 باي ناقصا 20 لوج دي. الدي طبعا الديستانس، المسافه ما بين المرسل والمستقبل. هذا القانون نفسه ممكن تحويله الى هذه الصيغه الاخرى اللي هي الباور ريسيفد تساوي هذه الباور Transmitted gain transmitted gain received lambda squared على 4 باي تربيع دي تربيع. فهذه العلاقة ما بين القدرة المرسلة والقدرة المستلمة. طبعا كل الأمور هنا طبعا الجين الخاص بالمرسل والمستقبل يكون ثابت، الشيء الوحيد الذي يتغير لدينا هنا هو الديستانس، المسافة ما بين المرسل والمستقبل. فمن خلالها نستطيع معرفة ما هي القدرة التي سنستطيع استلامها، بعد ذلك نقوم بمقارنة هذه القدرة المستلمة مع الريسيفر سنسيتيفيتي اللي هي حساسية المستلم، يعني نشوف بأنه القدرة اللي راح نستلمها هل هي أكبر أو أصغر من حساسية المستلم. إذا كانت أقل من حساسية المستلم بالتالي معناتها المستلم لن يستطيع تمييز هذه الإشارة، سيعتبرها مجرد نويز. إذا كانت أكبر من الريسيفر سنسيتيفيتي بعد ذلك نقدر نقول بأنه الإشارة المستلمة يمكن فهمها وتحويلها إلى يعني قراءات حقيقية. أيضا الراديو رينج بالريال لايف، يعني بالواقع بالحياة العملية. هنا طبعا هذه كلها حسابات يعني نظرية، ليس من الضرورة أن تكون مطبقة في الواقع. في الحياة العملية أيضا كم مقدار اللوس أو الخسارة التي نستطيع تحملها ما بين المرسل والمستقبل؟ عادة الـ 120 dB link budget at 433 MHz gives approximately 2000 متر. يعني إذا كنا نقوم بإرسال إشارة بمقدار 120 dB واستخدام التردد الـ 433 MHz، هذه تنطينا تقريبا 2000 متر، اللي هو Chipcon Rule of Thumb. هذا طبعا الشخص اسمه Chipcon هو وضع أن هذه القاعدة العامة، Rule of Thumb يقصد بها قاعدة عامة يعني تطبق بشكل عام في الحياة. فهنا نشوف بأنه إذا استخدمنا هذا التردد وهذه كانت القدرة المرسلة أو اللينك بوجت، راح الإشارة تستطيع السفر ل يعني 2000 متر قبل أن يعني تتعرض إلى الاتنويشن بشكل كبير ويصعب اكتشافها. بالاعتماد على النتائج المختبرية أعلاه ومن خلال معادلة فريس إكويشن نستطيع القول كالآتي، بأنه إذا زيدنا القدرة المرسلة بمقدار 6 دي بي راح نحصل على ضعف المسافة. يعني إذا كانت لدينا فد مقدار معين من الدي بي وزيدناها 6 دي بي امبروفمنت راح نحصل ضعف المسافة. يعني إذا كانت أول مرة كيلومتر تصل، بعد أن نقوم بزيادتها 6 دي بي راح نستطيع الوصول إلى 2 كيلومتر. كذلك دبل ذا فريكونسي هاف ذا رينج، كلما ضاعفنا التردد كلما قل الرينج أو قلت المسافة التي تستطيع الإشارة تسافر لها، لأنه مثل ما هو معروف كلما ضاعفنا التردد راح يقل الطول الموجي، وبالتالي كلما قل الطول الموجي أصبح من الصعب على الإشارة أن تسافر مسافات أبعد. أي أنه الـ 433 ميجا هرتز longer range than 868 ميجا هرتز، الإشارة اللي هي ترددها 433 ميجا هرتز راح تستطيع السفر لمسافة أبعد من الإشارة اللي مقدارها 868، على فرض ثبوت بقية الأمور اللي هي الترانسميتد باور والجين وغيرها من الأمور الأخرى. أخيرا عندنا الرينج أو الراديو رينج important factors، المعايير المهمة لتحديد يعني المسافة التي ستقطعها الإشارة اللاسلكية. طبعا الأنتنة سواء كان الربح الخاص بها السنسيتيفيتي تو بادي إفكتس إلى آخره، السنسيتيفيتي بالنسبة للريسيفر اللي هي حساسية الريسيفر، ما هي أقل إشارة يستطيع أو أقل باور للإشارة يستطيع اكتشافها. الأوتبوت باور أيضا القدرة المرسلة أو الجهاز المرسل، الراديو بوليوشن التلوث الحاصل يعني الإشارة الراديوية من حيث السلكتيفيتي البلوكينج وغيرها من الأمور الأخرى، الانترفيرنس الانفايرمنت أيضا البيئة ما بين المرسل والمستقبل، هل هي لاين أوف سايت، يعني هل هناك مرمى بصر يعني واضح ما بين المرسل والمستقبل، أو هل هناك أوبستكلز عوائق، هل هناك ريفليكشنز يعني سطوح تنعكس من خلالها الإشارة، هل هناك مالتي باث فيدنج، يعني الفيدنج اللي هو يقصد به تلاشي الإشارة بسبب انعكاسها واضطرابها ويعني تعرضها إلى الكثير من الأمور التي تجعلها تسافر بمالتي باث يعني بالعديد من المسارات. كل هذه الأمور تحدد لنا أنه الإشارة تستطيع السفر إلى رينج أكبر أو مسافة أبعد.
بذلك نكون خلصنا البيسك بيلدينج بلوكس للار اف سيستمز. بعد ذلك راح نتحدث على الار اف بارامترز والار اف ميجرمنت اكويبمنتس اللي هي المعدات القياس الاشارات الخاصه بالار اف. هذه ان شاء الله راح نبدي بها ان شاء الله في المحاضره القادمه. ايضا مثل ما ذكرنا سابقا نتمنى ملاحظاتكم اسئلتكم استفساراتكم، وبلغونا اذا كان هناك شيء نستطيع اضافته للشرح. شكرا جزيلا للجميع، وانتظرونا في الفيديوهات القادمه. مع السلامه.